امكم لسه ما جاتش؟ لا ما قالتش هترجع امتى؟ لا ما تعرفش راحت فين يا حسن؟ جيت راح تشتري هدوم العيد. هدوم العيد ايه؟ ده العيد لسه فاضل عليه 3 اشهر. وماله؟ لما تشتري بدري احسن. فالح اخويا فالح، انا مش عاتل غير همك انت اجي عيدي. يا ابني يا حبيبي استهدى بالله واخرج من القلق اللي انت فيه وامسك سماعه التليفون وكلمها. المفروض يا ماما هي اللي تكلمني، انا اللي زعلان مش هي. لا لا لا، الراجل هو اللي بيصالح الست. نعرفه بقى ان الست هي المفروض تصالح الراجل. لا ده بعد الجواز مش دلوقتي. طب لو اتصلت انا هقولها ايه بس؟ تطلب ان انت تقابلها وتتفاهموا مع بعض كده بالراحه. ما هو لو الموضوع ما فيهوش حاجه كتير اتصلت. بس انا احساسي صحيح. صحيح مين يا عم؟ هو الراجل ده مش صاحب البيت؟ ايوه. طيب ما صاحب البيت ده من حقه يطمن على السكان، يعني مش معنى كده ان هو دخل عندهم بيرسم عليها عشان يتجوزها. لا انت بس الحب عندك زياده قوي على راي ام كلثوم. الحب كده كلمها يا ضنايا كلمها. الو مين؟ انا امين. ممكن اكلم احلام؟ نايمه، جت من الشغل تعبانه ودخلت نامت. اه طيب متشكر قوي، هبقى اكلمها بعدين. كلمها يا ابني كلمها، اديني كلمتها. اه طيب وماله؟ هو في ايه؟ مين اللي رد عليه؟ امها. ابا وقالت لك ايه؟ قالت لي نايمه بتزحلقني. لا لا لا، ولا متزحلقك ولا حاجه، يمكن صحيح يا ابني نايمه. انت كمان يا ضنايا خش نام لك شويه كده، ولما تفوق وتفرفش كده ابقى اطلبها في التليفون تاني. يعني البلكونه قديلها 4 ايام دلوقتي مقفوله مش عوايتها. يمكن عشانك يا محمد. يعني ايه قافلينها في وشي؟ لا لا انا ما اقصدش، انا اقصد العدس يعني. ما هو زي ما تقولي يعني. اه فهمت، يعني هم خلاص بقوا تبعي. تمام. بس انت صحتك مدعفنه اليومين دول مش عجباني. والله يا معلم الحمد لله ان انا ماشي على رجليا. ليه خير يا عبد سمعت؟ زي ما تقول كده يعني انا منهار. ازاي الكلام ده بقى؟ والله في حاجه كده مضايقاني شويه. ايه اللي مضايقك يا عبد سمعت؟ لا هو مش في الشغل زي ما انت متخيل، انما هو حاجه خاصه بيا انا شخصيا. يا اخي اتكلم فضفض. ابدا، في واحد ماسك عليا ماسكه ولسانه فالت هنا في الحته. ايوه. مين هو؟ لا ما اقدرش اقول لك. لا هتقول يا عبد السميع افندي، انت راجلي انت بتاعي، واللي يضرك يضرني، ما انا معاك برضه. اصله قريبي. ولو انه قريبك اللي يضرك ما يبقاش قريب. اصله قريبي قوي برضه هيقول لي قريبي قوي. طب ايه الماسكه اللي هو ماسكها عليه؟ ما بتردش ليه؟ انا كده ازعل بقى. ست ام احلام بعتها لك يا معلم كده؟ طيب معرض الوغش هيتصل بيا، اذا اتصل قول له كلمني في نمره. يا نمره ست ام احلام كام؟ حاضر يا معلم. قوم بينا يا سامع. فين هنروح؟ على فين؟ قوم يا اخي، خايف ليه؟ اهلا يا معلم. اهلا بعروستنا الحلوه. اهلا. ايه ده؟ معناتها ايه بقى انها تسلم عليها وهي قاعده؟ مش عارفها ليه. تسمحوا لي استاذن عشان انا تعبان شويه. اتفضل يا عبد السميع افندي، اتفضل. مع السلامه. اتفضل ارتاح يا معلم، اتفضل. خير؟ في حاجه؟ لا ابدا. عنده حق معلم، برضه بيسال ازاي تسلمي عليه وانت قاعده وانت قد بنته. ايه بنته دي بقى؟ ايه بنته يا ست ام احلام؟ انت كده هتكبريني.
ابدا يا معلم، ما اقصدش الكبر كبر المقام، ده انا بس بنبهها. انا منتبهه يا ماما. ايوه يا حبيبتي، بس مش قصدها. قصدها ولا مش قصدها، الاتيكيت كده، الست تقعد والراجل يقف للست. لا دي حاجه جديده بقى يا معلم، ما كانتش على ايامنا. ما احنا جيل غير الجيل، احنا جيل جديد. وحتى لو مش اتيكيت مقبوله منك. ميرسي يا معلم. لا مؤاخذه استاكوز مي، انا اديت نمره البيت هنا لوكاله سيارات كبيره قوي علشان احجز السياره. خدت النمره من عبد السميع افندي. وماله يا اخويا، البيت بيتك. كتر خيرك يا ام الذوق. حقيقي البيت بيتك. البيت له سكان يا ست احلام، لكن ما دمت اعتبرته بيتي ده شيء يدخل السرور على قلبي. تحب تشرب ايه يا معلم؟ والله اي حاجه من ايديك حلوه، وان كان ولابد تخليها جوز. عينيا. ولا زيه يا ماما. حاضر يا روح ماما. زيه؟ ده ايه ده؟ ده حلم ولا ده علم ولا؟ يا اخواتي حد يقرصني؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ ماما قالت لي ان حضرتك بتفكر تخطبني، حقيقي؟ الحقيقه حصل. وايه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده؟ افكر فيكي يعني؟ في الجواز عموما. هو مش حضرتك متجوز؟ ها؟ لا. يعني مفيش واحدة ست على ذمتك؟ فيهم العيال. يعني متجوز؟ يعني؟ يعني ايه؟ وقلت لها انك هتتجوز عليها تاني؟ طب واقول لها ليه؟ هي يعني هينقصها حاجة؟ طبعا. هينقصها ايه؟ هينقصها انت، ومن حقها تعرف. المأذون قبل كتب الكتاب لازم يقول لها. طب وهو ماله؟ انا حر وده حقي. وحقها برضو. انت حاجة تانية يا مزمزيل احلام، انت متعلمة. لازم تقول لها برضو، ولازم تقبل. ولا يرضيك يعني يا معلم تروح تقول في وسط الناس ان انا خطفتك منها ومن عيالها، وتيجي ساعة الفرح وتقوم عاملة لنا مشكلة. لا 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 لا، ما تقدرش تعمل حاجة من دي، دي طيبة وغلبانة. ساعتها بقى مش هتبقى لا طيبة ولا غلبانة. ما هي القطة طيبة وغلبانة، لكن ساعة الجد بتخربش. هقول ليه؟ ان ما قبلتش هطلقك. ويرضيك يعني ابني بيتي على خراب بيت واحدة تانية؟ خلاص مش هطلقها، ايه اللي يرضيك هعمله. الو. ايوه ايوه، دي يا واحدة خليك معايا. تليفون عشانك يا معلم. الو. ايوه يا حاج منصور، ده وكالة سيارات الهاي. انا عايز سيارة مرشيدش من احدث الموديلات، ايه رأيك؟ رأيي فيه؟ مش دي اغلى عربية؟ انا مش فاهمه لك يا معلم، انت قلت لي اسالك وانا سالت. ايه طيب يا حاج منصور. طيب انا هاخد راي جماعه حبايبي هنا وباتصل بيها بعد 3 دقايق. مع السلامه. تحت امرك. حضرتك كنت بتسال عن اغلى عربيه مناسبه. تمام. انا سالت الكمبيوتر. سالت مين؟ كمبيوتر. تمام. وعملت جوله في السوق عن طريق الانترنت. في ايه؟ في الانتر ايه؟ تمام. قالوا لي السيارة نمرة واحد في العالم الروز رويس. روز رويس ومال نجيبها. الو. ايوه الحاج منصور، بقول لك ايه يا حاج، بلاش المرسيدس. هات لنا البتاع التانية دي اللي اسمها روز رويس. الروز رويس. ايه ما بتشتغلوش فيها ليه؟ الامراء بس والسلاطين اللي بيركبوها. طيب ما تشوف لها مين يقدر يجيبها. ما هي اللي هتركبها أميرة برضه. ايوه اجتهد كده وابقى كلمني. بالسلامة. يا سلام، جيت في جمل، غالي والطلب رخيص. ميرسي يا معلم، بس دي هتاخد وقت لأنهم بيصنعوها مخصوص يا دو يعني. وماله، كل اللي تطلبيه هتلاقيه. ألو. ايوه معاك المعلم فتيح، احجز الروز رويس باسم الانسه احلام. ايه قالت لك ايه يا امين؟ امين قالت لك ايه يا امين؟ ايه يا ماما قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجه. هي ما ردتش عليك؟ ما ردتش. هو اللي رد. هو مين يا ابني؟ المعلم فتيحه يا ماما. ما لقيتهاش برضه؟ لا.
لا ازاي؟ ما تفر في صفحة سوق السيارات يا معلم. هي صفحة واحدة؟ لا ده ملحق ست صفحات وفريته كله. ما فيهاش الرولز رويس ديت؟ لا ما فيهاش الرولز ولا ايه؟ رولز ما فيهاش دي. وبعدين يا معلم انا لقيت في الملحق كل العربيات اللي في الدنيا ما عدا العربية دي. مش هم قالوا لك انها بتيجي من بره حسب الطلب والمواصفات؟ انا سمعت ان في واحد واخد توكيلها، تعرفه؟ اعرفه منين يا معلم؟ انا بركب رجلي. رجلك ليه؟ ما انت لسه قابض شهريه ابنك. حط ده على ده وادفع لك قسط موتوسيكل. انا لحد سن ال20 كنت بركب عجله. طب والحل؟ ما انا لازم اجيب العربيه لان ده اول طلب تطلبه مني ولو بمليون جنيه. انا سمعت انها ب 3 مليون جنيه يا معلم. 3 مليون جنيه ليه؟ هي قطر ومع ذلك هجيبها لو حتى ب 10 مليون. ما هيش دي المشكله. مش مشكله؟ لا المشكله عندي في الوقت. الوقت لسه هيصنعوها حسب الطلب وحسب المواصفات، وانا عايزها تنزف فيها بالكتير بعد شهرين. طب ما تقول لهم يا معلم. اقول لمين؟ للفابريكا في انجلترا. ما هو لو انا اعرف عنوان الفابريكا كنت بعت استفسر منهم واتفق وبعدين احول لهم الشيك بعد ما نحدد الوقت اللي هيسوحوني. طب ايه رايك يا عبد السميع افندي؟ انا نفسي اعمل حاجه جديده ما اتعملتش ابدا. ما دام هم بيعملوا الحاجات حسب الطلب انا هطلب منهم انهم يكتبوا حرفين اسامينا الاولانيين بالذهب ويحطوها على الطابلو. يا سلام بجمله يا سيدي. نفسي يا عبد السميع افندي اعمل حاجه جديده ما اتعملتش ابدا مهما كلفتني. ما تفكر معايا يا عبد السميع افندي. مش قادر افكر بصراحه، مخي واقف. اجيب لك شاي؟ برضه شاي؟ قصدي يعني يمكن هنا ما فيش شاي. اجيب لك جاتوه؟ اللي تشوفه بقى. طب اقرا لنا شويه في السياسه. هاي انت ايه بتتلفت على ايه؟ انت مستني حد؟ لا ابدا، بس الجرسون يعني ما جرسون. طيب اقرا لنا شويه كده لربما اروح لها وتحب تدردش معايا ابقى انا جاهز. طب تحب اقرا في الاهرام ولا الاخبار ولا الجمهوريه؟ نوع شكل كده، اقرا في اي حاجه. حاضر. شبح الحرب في سرك، في سرك اقرا، اقرا في سرك. وبعدين بلاش موضوع الحرب ده. ايه رايك يا عبد السميع افندي؟ انا بفكر في موضوع كده نخطف رجلنا انا وانت على انجلترا نروح صد رد كده نتفق معاهم ونيجي. يا سلام، اهي فكره حلوه قوي. هنروح بالطياره؟ امال على رجلنا؟ لا انا فاكر يعني كنا هنروح بالباخره. لا بالطياره عشان مساله وقت. والموضوع مش هيكلف اكتر من 10000 جنيه. 10000 بس؟ ايوه، في واحد صاحبي سافر ولسه جاي. لو تسمح لي المساله مش محتاجه سفر يا سعاده الباشا. ممكن تعرف اي حاجه وتحجز اي حاجه من اي دوله من هنا بالانترنت، ثم ان في مكتب اتصال جنبينا هنا قريب، ومش هتتكلف غير حاجه بسيطه خالص. وانت مالك يا اخي؟ مالك انت؟ الباشا عاوز يسافر. لا 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 لا، سفر ايه بقى؟ انا مش فاضي، انا هتصل. قلت لي ايه اسمه ايه البتاع اللي انت قلت لي عليه ده؟ الانترنت ده سعاده الباشا عباره عن شبكه اتصال عن طريق الكمبيوتر. يعني ممكن تتفرج على المحلات بره وانت قاعد هنا على شاشه التلفزيون كأنك هناك بالظبط. قوم بينا يا عبد السميع افندي. انت بايخ يا اخي، ما تحاسبوش يا معلم عشان الجاتوه ما جاش. مالك يا عبد السميع؟ مالك يا اخوي؟ مالك طايح في العيله كده ليه؟ عملوا لك ايه؟ متضايق. كنت هسافر انجلترا مع المعلم لولا الكيش اللي ابن الكيش العطله. ماله هو اتدخل في حاجه مش بتاعته؟ يا سلام، كانت هتكون اول مره اسافر فيها بلاد بره، وممكن كنت الاقي عقد عمل واشتغل. تشتغل هناك وسيبنا هنا يا عبد السميع؟ قول لي بقى، عرفت الفوله؟ انت متفق انت والخواجاي عليا؟ قول لي عرفتها ازاي؟ عرفتها ازاي؟ وبتتكلم معاها ازاي؟ بترطم معاها بالانجليزي يا اخويا؟ بترطم معاها بالانجليزي؟ ده انا يا راجل كل ما بشتري دواء اقول لك اقرا لي روشيتا تقول لي ما بعرفش اتكلم انجليزي. ده بقى اللي مخليك طايح مع العيال. عشان عيالها هيطلعوا حاجه ثانيه، هيطلعوا بقى بيرطنوا بالانجليزي وهيعلموك انجليزي. مش هي دي عقدتك؟ عقده ايه وخواجات ايه وانجليزي ايه؟ ما هو المعلم فتيحه بقى كان واخدك علشان. المعلم فتيحه كان واخدني علشان؟ علشان ايه يا اخويا؟ والله لا افضحه، ما انا سايبك يا معلم يا فتيحه انت. افهميني بس. وانا بس كنت ساكته مش عايزه اتكلم عشان عارفه انك انت شريكه في الجريمه. جريمه ايه يا ماما؟ ولا خش دلوقتي، خش يا ولد انت وهو. يلا. ده انا كنت ساكته مش عايزه اتكلم عشان عارفه انك شريكه في الجريمه. وبتقوليها تاني يا فتيحه؟ ايوه هبقولها تاني وتالت، هعملها شريط. ما اشوف يا انا يا انت بقى، ما اشوف هتعمل ايه. ما انا سايباك يا عبد السميع. ما تتخانقوش عشان البنت اللي في بطنك يا ماما، زي ما الدكتوره قالت لي. ولا خش دلوقتي. بقول لك ايه؟ تعالي نقعد بره نتفاهم. يلا تعالي. ولا اقول لك لا بلاش، تعالي نخش جوه. ايوه.
دلوقتي. لا بلاش جوه كمان. ولا جوه ولا بره، هنروح على ام احلام هي اللي هتحكم بينا. يلا. يرضيك يا ام احلام، يرضيك ان عبد السميع جوزي يروح يتجوز عليا واحده انجليزيه. انجليزيه؟ انجليزيه ده ايه يا عبد السميع يا فندم؟ انت صدقتيها برضو يا ست ام احلام؟ هو انا قادر اشد الركاب باللي عندي لما اروح اتجوز تاني يا ست ام احلام؟ ده انا بقول لها كان مسافر مع المعلم فتيحه، بس انا بقى انا اللي لحقته. لحقتيني؟ كنتوا مسافرين فين يا عبد السميع افندي؟ انجلترا، يجيب عربيه. وانت مالك انت؟ انت مالك من قصده؟ ها؟ هو يسافر يجيب عربيه، يجيب لوري. هو يا اخويا راجل بتاع محاجر بتاع طوب ومحتاج عربيات نقل. واخدك هناك معاه ليه بقى؟ هتسوقلي يا اخويا بقى اللوري وانت راجعين ولا ايه؟ ولا هشغلك عنده تباع؟ شوفي كلامها يا ست الكل. وبعدين معاك يا فتحيه، انا مظلومه معايا ابو احلام، الراجل ده ظالمني. اه يا ظالم يا ظالم يا وحش. وبعدين بقول لك ايه يا عبد السميع، اوعى تتصور يعني ان انا ضعيفه. لا يا حبيبي، ده انا قويه وقويه قوي. انا مش عارفه يا ام احلام ايه اللي عجبها فيه الوليه دي. يا ستي لو تسمعيني للاخر هتستريحي. انا يا ما سمعتك للاخر وبرضه ما استريحتش. تعبت اكتر من تعبانه. ده انا تعبانه قوي 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 قوي. ومش بعيد بقى كمان المعلم فتيحه رايح يتجوز من ورا مراته، وانا بقى ملاحظه ان هو عمال بيتحنتف وبيلبس نظيف وبيستحمى كتير وبيقعد معاك كتير قوي، ودي بقى مش من عوايده. انا تعبانه يا ست ابو احلام، تعبانه قوي. مش عارفه يا اختي انا جاي لي بالنوم ليه. ده من الحمل مش مني. عيالي يا عبد السميع، انا بقولها لك اهو، هتفضل كده قاعد في قرابيزهم لحد ما يخلصوا تعليمهم صبيان وبنات، انما تسيبهم وتهرب لا يا حبيبي. ده بعينك بعينك يا عبد السميع. واي 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 واي، رجلي 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 رجلي. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، نار يا اختي نار. بقول لك اسم احلام، ما عندكش يا اختي شويه لبن سخنين كده؟ عندي يا حبيبتي. طب يا اختي سخني لي كوبايتين، واحده ليا واحده لحلاوتهم. انا خلاص ما بقتش عارفه اعمل ايه. هي ركبت في دماغه غلط، فاهم ان انا بلعب على الحبلين، هو من ناحيه والمعلم فتيحه من ناحيه ثانيه. قال ايه بسحب رجل المعلم عشان طمعانه في فلوسه، ومخليها هو السجن عشان خاطر لو الجوازه باظت لاي سبب. طب ما تفهميه ان تفكيره ده غلط. ازاي بس؟ بعد ما سمع بودانه وشاف بهنيه، ده اول مره جه عندنا لقى المعلم، تاني مره طلبني في التليفون رد عليه المعلم. قولي لي بقى انت لو مكانه كنت عملتي ايه؟ ده غير ان ماما ما بقتش تديله وش حلو زي الاول. ماما معذوره، المعلم طبعا عمل لها غسيل مخ، فيلا وعربيه وفلوس بالملايين في البنوك واسانسير مخصوص، دي حكايه لوحدها بقى. وطبعا ماما فرحان هتسكني جنبها. تغيير دماغ ماما صعب، صعب جدا. اعتمادنا بقى على الله ثم على دماغك انت. انا عارفه ان دماغك كده. هو ده اللي انا بعمله، بطفش المعلم من غير ما يحس. بس هي المشكله ان المعلم ده عنده استعداد يلبيني اي طلب انا اطلبه. تصوري لما كلمته على العربيه رولز رويس، راح كلم الشركه المنتجه عن طريق الانترنت. مش ممكن. وغير لبسه كمان، ده اخر مره جالنا زياره لابس فيها بدله وكرافات. ده انت شقلبتي حياته خالص، وده مش صح. بالطريقه دي الراجل هيتمسك بيكي اكتر ومش هيعرف ينساكي. ما تعشمهوش. انا ما بعشمهوش، انا هدفي افهمه انه تفكيره غير تفكيري، واني لو اتجوزته هرهقه بطلباتي. لكن واضح انه من النوع اللي بيسعده كده، بيحقق ذاته عن طريق الصرف. الفلوس بالنسبه له مش مشكله خالص. طب اعمل ايه؟ قولي لي. الله يا احلام، قولي له كده بصراحه، قولي له انك مرتبطه بواحد تاني. ما هو عارف وشايف يا توتا كل حاجه، بس قاعد مستني على امل ان انا اسيب امين عشان امين مش جاهز. وبعدين بقى ماما خوفتني بصراحه، قالت لي مفيش داعي ان انا اصده بالطريقه دي، لان هياخد الموضوع على اساس ان الموضوع كرامه، وانت عارفه بقى المعلم عنده نفوذ ورجاله، وانا مش عايزه اعمل مشاكل لماما. طب اقول لك اخر ورقه بس تلعبي بيها في الوقت المناسب. قولي. الورقه دي بقى هتخليه يروح ما يرجعش. انا في عرضك. قولي. طيب لما يجي يطلبك رسمي يعني الكلام اكيد، قولي له انا موافقه بس على شرط تبقى العصمه في ايدي. صح، بس افرضي وافق بقى. لا بقى يبقى ما عندوش دم. بس يعني عموما الناس دي بتبقى الجزئيه دي هي كرامتهم. اسمح لي يا امين، انت خيالي شويه، بتفكر بطريقه رومانسيه. يعني انت جاي هنا مخصوص ومتخيل انك هتلاقيها قاعده؟
لو كانت بتحبني وباقي عليا كانت جت. المكان يا علي بيشيل ذكريات اصحابه، بيبقى صديق تالت ليهم. احنا بقالنا اسبوعين زعلانين مع بعض، انا كل يوم باجي واقعد هنا في نفس المعاد. تزعل مني يا امين لو قلت لك انساها؟ انساها بعد اللي حصل منها واللي انت حكيته لي؟ وعشان بحبك بقولك انساها يا امين. ما اقدرش انساها يا علي، هو النسيان سهل بالشكل ده؟ انا بحبها، عارف يعني ايه بحبها؟ انا خايف يحصل لك اللي حصل لي يا امين. انا فقدت الذاكره سنه وما بقتش عارف انا مين. الدكتور قال لي ان ده كان الحل الوحيد لازمتي مع امان. العقل كان قدامه حاجه من اتنين، يا يفقد صوابه واتجنن يا يفقد ذاكرته. بس الحمد لله فقدت الذاكره ونسيتها. بس رجعت تفكر فيها تاني لما رجعت لك الذاكره كده ولا لا؟ للاسف. مش هضحك عليك، انا كنت بضحك على نفسي وعقلي كمان كان بيضحك عليا. بس انا لسه بحبها هنين، ولسه لغايه دلوقتي عندي امل انها تسيب جوزها وترجع لي تاني. بس ازاي؟ ازاي امين ازاي؟ الله 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 الله. وبعدين يا علي، صلي على النبي، امال صلي على النبي، صلي على النبي. طب خلاص خلاص بقى، معقوله في راجل يعيط كده في مكان عام؟ علي شادي يا امين لسه بحبها. ماشي ماشي ماشي، بس فوق دلوقتي عشان انا عايزك. ايه عايزني في ايه؟ شايف الاتنين اللي قاعدين هناك دول؟ دول؟ مال هو ده التخين اللي قاعد في وشي ده؟ سبحان الله يا اخي، تصدق انه شبه التاني اللي خد مني امال بالظبط؟ واكيد جاي يقابلها هنا، يقابلها هنا يا علي في نفس المكان اللي احنا كنا بنتقابل فيه. مش مصدق مش مصدق. تحت امرك يا باشا. ادينا اتنين شربات فراوله يا ابني. حاضر. ايه موضوع اتنين شربات فراوله ده؟ مش عارف يعني ايه. انا خايف يكونوا اتفقوا. ايه؟ مش ممكن. الحب ده شيء جميل قوي يا عبد السلام يا فندم، انت جربته؟ والله مش فاكر يا معلم. حاجه كده زي البغاشه. ولا البغاشه جربتها؟ يعني زي ما تقول كده اتولدت من جديد. بلاش يا معلم سيره الولاده والحمل. مش حاضر استحمل يا علي، مش حاضر استحمل لو شفتها جايه دلوقتي تقابله. صحيح، انسانه غريبه جدا، ازاي تديله ميعاد في نفس المكان اللي كنتوا بتتقابلوا فيه؟ ازاي تبني عش جديد في نفس مكان عش حبكم القديم؟ انا هكسر الدنيا على دماغها ودماغه. لا بقول لك ايه، لو مش هتقدر تستحمل قوم. ما اقدرش اقوم، لازم اشوفها الاول وعينيا تيجي في عينيها. فرجنا على الكتالوجات كده يا ابو سميع افندي. انهي فيهم؟ الموبيليا ولا الصيني ولا الذهب؟ لا خلي الذهب تبقى تختاره هي مع الالمازات. فرجنا الموبيليا. ما هي الموبيليا هي اللي هتختارها. طب فرجنا الصيني. ما هو الصيني ده على العروسه يا معلم. عروسه مين؟ لا كل حاجه عليا انا، انا مش عايز اكلفها بحاجه. اللي خلاني احجز عربيه رولز رويس من لندن هقول لهم على ده ملاليم يا عبد السميع افندي. على رايك قوم قوم يا عم، ده بيقول له انه حاجز لها عربيه رولز رويس. هتروح فين انت؟ انا مش هقوم من هنا غير لما اشوفها وتشوفني. يا سلام يا اخويا، وايه اللي هيحصل يعني لما تشوفها وتشوفك؟ ما انا ما اقدرش اروح البيت وانا في الحاله دي، هنام ما اقومش. ولو فضلت قاعد ممكن الامور تتطور وتبقى جريمه. الانفعال العالي ده خطر عليك امين. اعمل ايه بس يا علي؟ مش بايدي مش بايدي يا اخي، مش بايدي. الله صل على النبي، صل على النبي. امال وبعدين يا امين؟ معقول في راجل يعيط في مكان عام؟ الله، مش هو ده الواد اللي ايه اللي جابه هنا؟ مش عارف. طب قوم شوف ماله. اروح اشوف مين يا معلم؟ يلا بينا احنا. يلا على قولك، مش عايزين نكد.